عروسان مميزان دخلا القفص الذهبي في عمان وسط اهتمام خاص من المحيطين بهما وحتى من وسائل الإعلام. نادر وشيرين أقصر العرسان في الأردن، فطول نادر 90 سنتيمترا فيما طول عروسه يصل إلى 1.1 متر. زوجان على الرغم من كل الصعوبات التي واجهتهما إلا أنهما لم يستسلما لنظرة المجتمع لهما. شعور زي كل بنت تتجوز هيك، شعور حلو وسعد يعني كثير مبسوط فيها. كان شعوري من الآخر حلو، وهذا ويوم شفته يعني الحمد لله. كونك أقبل بنفسي وأقبل على راس نفس الوقت، يعني هي البصاري نفس الموضوع اللي في يوم العمر يرقص الشريكان والضيوف وسط فرحة تختلط بخفة دم العروسين. مثل هذه المناسبات لا تفوت أبو علي الذي يحاول إقناع الناس أن قصار القامة هم كغيرهم من البشر وقادرون على تجاوز أصعب مراحل الحياة. هذا عكس رسالة للعالم بشكل عام والأردن بشكل خاص، إنه قصار القامة هيهم متجاوز أصعب مرحلة. هاي الآن تزوجوا وفتح هاي العرس، ما شاء الله عرس ما شاء الله عليه تبارك الله، 5 نجوم يقول عنه، رائع جدا جدا. وهذا الحكي بيثبت إنه المشاكل عند قصار القامة هي ظاهرية بس لا أكثر ولا أقل. وناشد اخوان اهالينا ان ينتزعوا هذا التحسس من عندهم، وانهم يحاولوا بغض النظر عن ظروف قصر القامه انهم يحاولوا يزوجوهم ويعطوهم. بعيدا عن هموم قصار القامه ومشاكلهم، يرقص الزوجان غير ابهين بالحياه ومشاكلها مهما طالت عليهما. غسان بلوز العربيه عمان.